عندها 8 ناشئين. عندنا لعيبه مثلا صالح بقى له فتره ما بيلعبش. وليد بقى له فتره بيبتدي دايما على انت شايف ان صالح الجمعه اتظلم مع فايلر ولا لا؟ ما اعتقدش ان قصه فايلر بس يعني. والا كانت كنا شفناه مع مدربين تانيين. انا قلت انه العامل الحاسم في الموضوع كله في ايد صالح. انت دايما جمعة. بتقول كده. اعتقد انه يمكن تكون عنده فرصه يعني. انا شايف ان الاحتمالات بتاعت صالح بتتراجع او بتتضاءل يوم بعد يوم. مش بتكلم على فريق النادي الاهلي، بتكلم على او مش بتكلم على الموسم الحالي، بتكلم على فريق النادي الاهلي. لكن لسه في طبعا لسه في، خصوصا انه الراجل ممكن النهارده يدي لصالح مساحه وياخد كمان في ماتش بيراميدز اللي جاي، وبالتالي عليه ان هو يظهر او يدي جماهير النادي الاهلي ويدي الاداره الفنيه اماره معينه انه لا، صالح لابد امكانياته تسمح له. ده سؤال محسوم، ما فيش حد في مصر يختلف على امكانيات صالح. لكن هيعمل بيها ايه؟ هو ده السؤال اللي احنا نفسنا منتظرين اجابه عنه. انا مبسوطه باداء جيرالدو من المباراه اللي فاتت. كهربا كمان قلنا انه كان احد اسباب الفوز طبعا، وهي قدر يعمل ضربه الجزاء. عايزين نشوف حسين الشحات اكتر. وفعلا انت اي حد بيعمل اي حاجه في الدنيا يعني، اي مش بس الكوره يا ساره، اي حد عايز يعمل اي حاجه في الدنيا لازم يبقى عايز طبعا يعني طبعاً. لازم يبقى في اراده ان انا اعمل ده، والاراده وحدها لا تكفي. الاراده دي محتاجه تترجم بقى لحاله من حالات الاصرار، وفي بعض الاحوال حاله من حالات العند، وفي بعض الاحوال الثانيه قدره على بذل مجهود كبير جدا عشان تترجم الاراده دي لمستوى معين انت او لنتيجه معينه انت حابب توصل لها في النهايه. يعني بالتاكيد صالح عايز يلعب، لكن بيعمل ايه عشان يترجم حاله ال يعني تدريبات. ما اعتقدش انها حتى اللحظه ما اعتقدش انها كانت كافيه، خصوصا انه الفرقه كان في اوقات كتير جدا فيها غيابات عديده، ورغم كده ما جاتلوش الفرصه. هو ممكن يبقى في جزء من المسؤوليه على فايلر يعني. انا لا اعفي فايلر من المسؤوليه، لانه في اوقات كتير جدا وجماهير النادي الاهلي كانت بتسال يا ساره، في لعيبه كان بيبقى مستواها في ماتشات معينه سيء جدا، وبالتالي الناس كانت بتسال هو صالح ممكن يكون أسوأ من يعني صالح ممكن ما يبقاش موجود يلعب على الناس. علشان كده الاراء منقسمه يا احمد. في ناس شايفه زيك انه لا، الموضوع كله في ايد صالح جمعه، وفي برضو ناس شايفه ان هو ما خدش فرصته كامله. فايلر ما لعبوش كتير، يمكن كان نازل شويه صغيره بس في ماتش الجونه تقريبا، مش فاكره بالظبط، كان تقريبا ماتش الجونه. فالناس شايفه ان هو لسه ما خدش فرصته قوي. انت مش هتحكم عليه من 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 يعني بعض الدقائق في مباراه. فيعني هي الاراء منقسمه، ولكن زي ما انت بتقول يعني الموضوع في ايد صالح جمعه، وبرده الصراحه في ايد المدرب. يعني يمكن لو الولد لعب ماتش والتاني والتالت نقدر احنا نحكم اكتر، او الجمهور يحكم اكتر اذا كان صالح جمعه مناسب للفريق الفتره دي ولا محتاج تدريبات اكتر الفتره الجايه. حط في اعتبارك حاجه مهمه جدا، وجماهير النادي الاهلي كمان تحط في اعتبارها حاجه كبيره مهمه جدا ومؤثره جدا، وهتغير الحقيقه من مفاهيم كتير يمكن السيزون اللي جاي. يعني حاجه بعيدا شويه عن افريقيا دلوقتي، المنافسه جوه النادي الاهلي منافسه عنيفه جدا. يعني انت بتتكلم على فرقه قائمتها كلها نجوم، انا مش بتكلم على ال 11 اللي جوه الملعب، انا بتكلم على قائمه الفريق، نجوم ولاعيبه مهمه ولاعيبه موهوبه ولاعيبه من العيار الثقيل. السنه الجايه السيزون اللي جاي المنافسه غير. قائمه الاهلي، شكل الفرقه، مستوى النجوم اللي موجود في النادي الاهلي، في اهلي تاني تماما الموسم اللي جاي حاجه غير. وبالتالي سقف المنافسه هيبقى حاجه تانية خالص. يعني اللي عايز لازم يبتدي يبذل، او يعني هو يعني انا فاهم طبعا انه اي حد في النادي الاهلي ولابس تيشيرت نادي الاهلي مقدر تماما حجم المسؤوليه، لكن اللي بقوله في النهايه الناس اللي يمكن تكون زعلت شويه من الجمهور، او الاداره الفنيه تحت قياده فايلر ما كانتش حطاهم في الوضع الطبيعي، او مخليهم يعبروا عن امكانياتهم بالشكل الكويس، او الناس دي لازم تعرف انه المرحله اللي جايه مختلفه تماما، وبالتالي العطاء للنادي الاهلي لابد ان يكون في اقصى حدوده. هنرجع تاني لماتش امبي، بس نروح لفترة